السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميديا اكس. وكيف العاده كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاهل والاحباب ديالكم، العائله الكبيره والصغيره، والكليبات ديالكم يكونوا اون بون سونتي ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما طلبتوا مني ها هو موجود الفلوق ديال نهار كومبلي مع ساشا وليا، الكليبات ديالي البولدوك فرونسي والروتوايلر. اللي بغيت نقول لكم لاول مره كيلتحق بلاشين ما ينساش انه يتابوني اكتيفي الجرس، يخلي لنا شي لايك وشي كومنت وخليكم مع لا فيديو ما تزابيوش. ثاني حاجه كنعملها واللي هي ضروريه بالنسبه لي وكل سيمانه كنعملها مينيموم اون سول فوا، هو انني كناخذ كليبات الباركين في كيلعبوا وكنحاول انني نمشط لهم. دونك كيف ما كتشوفوا رغم انني كنمشط بزاف الا ان كل مره كنجول واحد الكميات الشعر، فلهذا الناس اللي عندهم كليبات ضروري المشيط ثم المشيط ثم المشيط، سينو غتلقى الدار والبلاصه فيها عايشين الكلاب كل زغب. فهذه واحد لاطاش اللي ضروري كنعملها كل سيمانه ولو لمره واحده. فكيف ما كتلاحظوا كاين الزغب كيزول واخا كنمشط ريغولييرمون الكليبات. دونك هذه اول طاش كنعملها في الخرجه ديال الصباح ديال نهار الاحد. اي فوالا اخوتي، مورا ما سالينا المشيط من مورا ما سالينا كلشي، الديريكسيون ديالي ديما كتكون البحر والرمله. غادي تقولوا لي علاش ضروري كل نهار الحد كندي كليبات يجريو في الرمله واحد 20 حتى 30 دقيقه؟ علاش؟ لان عندها فوائد كثيره على الصحه ديال الكلب، من الكارديو ديالو كيبقى مزيان، لي زارتيكولاسيون ديالو، الا كان شي سمنه زايده كيطيح الكلب، لان في الرمله ديما كيبذل واحد المجهود كبير. وهنا دانكو غادي نشوف ساشا بوحده شبرت وجرت. انا صراحه الله ما عرفتش علاش، حتى غادي نكتشف ان ساشا بغات تعوم. دونك كيف ما كتشوفوا دخلت البحر بوحده، عامت بوحده، مشات كتجري بوحده. اللي بغيت نقول لكم هو ان ساشا من الصغر ديالها وهي كيعجبها البحر. علاش؟ حيت بالضبط جبتها عندها 47 يوم، وملي جات وهي كانت كتهبط معايا للبحر دائما، فيكو انها خلقت في شهر 4، دونك كان الجو سخون وهي كتحماق على البحر، وما كيهمهاش واش يكون البحر عالي هايج حاني، سالوي بوز اوكان بروبليم. ها هي مشات كتلعب بوحدها في البحر، لقات شي لعيبه سي اوبجي، دخلت كتجري كتلعب. اللي بغيت نقول لكم ساشا كتموت على البحر. اي فوالا، دابا غنرجعو فحالنا للدار و ديريكسيون لا دوش. ما تنساوش انكم ديما الكلاب فاش يعومو ضروري ما تدوشو ليهم. دونك انا ما نصوركمش لا دوش الكلب صاصيغا غير باش ما يطوالش الفلوق بزاف. اما دابا الشباب غادي ندوز باش نوري لكم صراحه الله واحد الولاعه اللي مؤخرا كندوز فيها الوقت بزاف واللي تاهي كدي لي من النهار ديالي. سي فري كو هي اوغ كيستيون ديال الكلاب، ولكن اللي بغيت نقول لكم بان هي ولاعه واعره بزاف، شي حاجه طوب. لي كونديسيون ديالها الحماق سي فري، يمكن كيبان لكم اكواريوم صغير فيه شويه د الحوت كيدور، ولكن فريمون ولاعه صعيبه وكتطلب د الوقت. واللي بغي نقول لكم بان هذا الشيء اللي كتشوفوا راه كيدي لي ما بين 4 ساعات 3 ساعات ونص باش نقدر انني نقي واحد الاكواريوم. ايه 3 ساعات حتى 4 ساعات الا بغيت نعاود داكشي كامل. دونك في هذا النهار هذا ما عاودتش داكشي كامل، ولكن بلوز او موان قديت داكشي. اما النهار اللي كنبغي نعاود كلشي فضروري كنضرب على واحد 4، يمكن وصلت حتى 5 ساعات باش نقدر نقاد اكواريوم واحد ديال الحوت، ولكن فريمون توب دو توب.
فوالا من مورا ما دوزو النهار كامل في الدار، يمكن كنلعب معاهم في الدار كان شويه هكذا شويه هكذا، كيجي الخرجه ديال الليل بطبيعه الحال كنفتح الباب كليبات ما كيخرجوش حتى كنعطي لوغدغ باش يخرجوا. لافونتاج ديال الخرجه ديال الليل بسم الله هو ان الكليبات كيخرجوا لو ماكسيموم بوسيبل في اون سيتوياسيون ليبر، يعني ما كنحكرش عليهم، ما كاينش الخدمه بزاف، ما كاينش مثلا دريساج ولا شي حاجه، مي كيحاولوا انهم يخرجوا يجريو يطلقوا داك لينيرجي. وديما ولافونتاج اللي عندي اون بليس هو واحد الباركين كبير حدايا، دونك دابا ديريكسيون الباركين. ها حنا وصلنا للباركين، كيف ما كتشوفوا كليبات متلوقين بطبيعه الحال، رد البال ديالي معاهم. ها هي ساشا كتعمل لي بوزوان ديالها، كيحاولوا انهم يشموا يخرجوا ينشطوا يلعبوا، وبطبيعه الحال من بعد ما كيدوز واحد الفتره كيجي الوقت باش نلعب معاهم انا. دونك كناخذ كره قرعه اوبجي اي حاجه وكنبقى نلعب مع الكليبات ديالي. لا دوغي ديال الخرجه ديال الليل بلوز او موا واحد 40 حتى 50 دقيقه، كيلعبوا الكلاب كيجريو كيفرحوا كينقزوا كيخرجوا داك الطاقه اللي فيهم، داك الانرجي كامله كتخرج باش كتكون لا سونتي ديالهم مزيانه. حيت ما كتعرفوا الكلب كيف ما كان النوع ديالو خص ضروري يخرج داك الانرجي اللي فيه وداك الطاقه اللي فيه. دونك نخليكم مع لا فيديو حتى ندخلوا ونوريكم شنو كيوقع في الدار من بعد. فوالا مورا ما كندخلو كيرتحو الكليبات اوتوماتيكمون كنعطيهم ياكلو. هنا عندهم دي كروكيت، من بعد غادي نهضروا على هذه القضيه هذه كونسيرنون البارف كروكيت. المهم هضرت بزاف على هذه القضيه، ولكن في هذه لا بيريود هذه الكلاب كياكلوا كروكيت. كيف ما كنشوفوا دائما كنحاول نلعب معاهم باش نكون انا هو الدومينو، حيت كتعرفوا بان الكلب في ساعه الماكله ما كيبغيش شي واحد يدور له بلاغا مي ديالو. باغ كونطخ انا ديما كنعمل هاد القضيه سي جوست باش نفكرهم بان انا هو لو ميتر. دونك كليبات كياكلو كندخل بحالي، دابا غادي نرجع بوغ اون دوزيام فوا باش نعطيهم يشربوا. دونك مورا ما كلاو طبيعه الحال الكلاب كيتعطاهم يتشربوا، كنقولها وكنعاودها كنقولها وكنعاودها، الكليبات خص دائما الماء يبقى حداهم 24 ساعه على 24 ساعه. بطبيعه الحال ديما كنفرح بالكليبات ديالي، غادي نغسل لي كاميل وغادي نعطيهم يشربوا كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو، غادي نلعب معاهم بوغ كيلك سكوند في الاخر في اخر ساعه باش كيكون دائما داك لو غولاسيونيل بينك وبين الكلب ديالك. غادي نعطيهم يشربوا وغادي ندخل بحالي نتكا. دونك بلوز او موا هذا هو النهار ديال الراحه ديالي كيفاش كيدوز مع الكليبات. بطبيعه الحال هو ان يوميا كنعمل نفس
نفس الحاجات، غير نهار الحد كتكون بوقت كثار وبقدر نقول لكم بواحد حب كثار، لان كيكون عندي الوقت وكنعطيهم الوقت كثار. باغ كونط في الايامات العاديه كيكون عندي شويه الشغل. دونك فوالا كيما غادي تشوفوا انني غادي نفرح بهم باش ندوز لهم داك لو ميساج، حتى هما كيحسوا، حتى هما كيعرفوا شنو كاين. دونك كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو ما نكونش يطول عليكم، نتمنى ان الفلوغ يكون عجبكم. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.